بيه في حوار هحكي لكم عليه من ساعة يا دوب هنا على اليوتيوب في 300 معاك. انا بشكركم من قلبي وعايزكم دايما جنبي اخوات جدعان بيهم فرحان بصراحة مش قادر اخبي. ها يا اجمل ناس في الدنيا انا مش عايز حاجة تانية توفيق ربنا وانتم جنبنا خلصتوا الليلة في ثانية لم البشوات على الام